بما أن الآن داخلين على الأجواء الصيفية، لازم نبدأ نركز على الألوان الحلوة، الألوان خلينا أقول الباهية، من الأصفر، من الأورنج، من الأزرق، وهذه الألوان طبعاً نقدر نطبقها كمان في المكياج. واليوم حنتعرف كيف ممكن نسوي آيلاينر ملون بطريقة حلوة وإبداعية مع أخصائية المكياج العنود يماني. نرحب فيها ونقول لها يا مساء الخير، نورتينا اليوم. يا أهلاً وسهلاً، نوركم. أنا مبسوطة كثير أن اليوم معاكم، وكمان أكثر شيء باسطني عنوان الحلقة. بالضبط، عنوان الفقرة هذا اللي كثير باسطني، لأنه كثير نحتاجه على أيام مصيفين هذه. اليوم مصيفين صح، الألوان اللي خلينا أقول الزاهية دائما بنشوفها في الصيف، الألوان الجريئة، الوحدة ممكن تتشجع أنها يعني تجربها وقت الصيف أكثر شيء. أكيد. في البحر دحين مع السفر، فهل تشوف الآن البنات صاروا مقبلين على الصيحات الجريئة، الألوان المختلفة كمان خلينا أقول؟ طيب، أول شيء أبغى أقول لكم حاجة معروفة وحاجة كلنا حاسين فيها ومستشعرينها، إنه البنات الآن، كل البنات يعني نقول 95 أو 99% البنات صاروا عارفين لنفسهم. صح، ما في بنت ما تعرف تعمل ميك اب. يعني ممكن نشوف دحين من 13 14 سنة خلاص البنت تعرف تعمل كونتور، تعرف تركب رموش. أغلب البنات صاروا يعرفوا لنفسهم، فصاروا مو أقول يتجرؤوا، خلاص صاروا بيعبروا عن نفسهم، وهذا حاجة مرة حلوة. إنه البنات سايرين يعرفوا خلاص يعملوا ميك اب، سايرين يعرفوا إيش الشيء اللي يناسبهم، وسايرين بيعبروا عن نفسهم. فكل واحدة على حسب شخصيتها، وكل واحدة على حسب طريقتها وأسلوبها بتعبر فيه عن نفسها. الحلو إنه الميك اب فعلا يعني أحس نوع من أنواع الفن، فمن أحلى الطرق اللي الوحدة تقدر تعبر فيه عن نفسها بالألوان. برأيك إيش ممكن الألوان أو أكثر الألوان اللي ممكن تناسب الصيف وتناسب الكل؟ طيب، أول شيء أبغى أقول لكم عليه إنه معروف إنه في الصيف الألوان الفواتح والجلوسات الفاتحة والألوان اللايت. اللي أبغى أقول لكم عليه ومبسوطة اليوم إنه أنا جاية عشان أبغى أقول حاجة مرة مهمة. قبل ما حنتكلم عن الميك اب وقبل ما حنتكلم إيش الألوان الحلوة اللي في الصيف، أبغى أقول لكم على حاجة. إحنا دحين في فترة الصيف، وهذا الشيء معلومة ضرورية لازم أبغى كل البنات وكل السيدات يعرفوها. إحنا دحين داخلين على الصيف، قبل ما نعرف إيش الميك اب الحلو وإيش اللي يناسبنا، أول شيء نبغى نتكلم عن البشرة. علشان نعمل ميك اب حلو لازم بشره لازم حلوه، لازم بشره حلوه ومعروف خلاص، هذه قاعده حقتي، هذه معروفه. علشان نتشمس وعلشان ناخذ اللون الحلو اللي على اساسه احنا بنعمل الميك اب، لازم سواء السبراي ولا البرودكت اللي احنا هنستخدمه للتان لازم يكون فيه سان بلوك. عاده البنات يقول لك لا احنا نبغى نتشمس ما يكون فيه سان بلوك عشان ناخذ اللون بسرعه. علشان نعمل ميك اب حلو لازم نهتم في بشرتنا، لازم يكون في سان بلوك كويس، ويكون في واقي شمس 30-50%، حتاخدي لون، مو ما حتاخدي لون، لا تخافي حتاخدي لون. ولازم كمان ناخذ اللون، الافضل انه احنا ناخذ اللون على يومين او على ثلاثه، بلاش من اول مره، مو من اول مره نجلس ساعات طويله تحت الشمس، بلاش، ايوه، علشان لا يسبب لنا حروق. ثالث حاجة المهم اللي أنا لازم أنصح فيه البنات علشان نعمل ميك اب حلو في فترة الصيف، لازم نستخدم أفتر سن. هذه حاجة مرة مهمة، أفتر سن يرطب لنا البشرة ويعزز اللون بعد ما نتشمس. هذه الأشياء مرة مهمة، خلاص اهتمينا في بشرتنا، تشمسنا حلو، بشرتنا حلوة، دحين نبدأ نعمل الميك اب الحلو. حلو، أنا معاك، البشرة الحلوة هي أساس الميك اب النظيف، والميك اب النظيف هو صحيح. أساس الميك اب الحلو.